Sim. تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء إنما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. فضيحة، ملعب القرب متواجد في شارع محمد السادس الرئيسي، حالته حالة والأرضية ديالو كلها مدمرة ومكرفسة. غادي نشوفوا في هذا البث المباشر متابعينا مشاهدينا الكرام هذه الكارثة بكل المقاييس، كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معاني. ملعب قرب ما بقاش ملعب قرب ولا ملعب بعد. كنشوفوا متابعينا مشاهدينا الكرام أرضية مدمرة تكرفسات، ومازال الشباب هنا كتواجدوا في شارع محمد السادس الرئيسي، هذا هو المكان ديال الملعب قرب المسجد. طبيعة الحال ما بقاش ملعب ديال القرب ولا ملعب ديال البعد، وممكن في اي لحظه كاين شباب وكاين اطفال كيلعبوا فيه. لحد الساعه كاين ما كنشوفوا اطفال كيلعبوا هنايا، ممكن انه لا قدر الله شي واحد منهم يطيح يتهرس يتضرب توقع فيه كارثه لا قدر الله. واحد الطفل صرح لي قبل البث المباشر بانه عاد واحد طاح هنايا، طفل صغير كانوا تيلعبوا اطفال وطاح هنايا حتى ساح ليه الدم ديالو. دنا دي الحاله الكارثيه متابعينا مشاهدينا الكرام اللي كيتواجد في هذا الملعب ديال القرب. وذكر كيتواجد هذا الملعب ديال القرب في شارع محمد السادس الرئيسي قرب المسجد، كذلك قرب فضاء برج الأطلس، للطريق المؤدية إلى حي الأطلس. هذا الجزء حي الأطلس، هذا هو المكان اللي كيتواجد هذا الملعب اللي ما بقاش ملعب قرب. غادي نخلي التعليق لكم مشاهدينا متابعينا الكرام. حالة كارثية متابعينا مشاهدينا الكرام، صور جد مؤسفة ومعبرة. حالة ملعب القرب هذا مؤسفة محزنة مشاهدينا الكرام، صور مني والتعليق لكم. كاين أطفال هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، هي الحالة ديال هذا الملعب. حالة هذا الملعب اللي كيحتاج لتدخل عاجل للإصلاح ديالو. هنا
هذه الحالة المزرية لهذا ملعب القرب. مشاهدينا متابعينا الكرام، حالة مؤسفة مزرية لهذا الملعب. مشاهد حصرية لقناة الشعب، قناة شوف تي في. ملعب القرب يتواجد بشارع محمد السادس الرئيسي قرب المسجد، قرب فضاء برج الأطلس. بالجوار كاين حي الأطلس. هذا الملعب كأنه في حالة دمار شامل، مدمر بالكامل، كأنه كانت حرب هنا في هذا المكان، كأنه كانت حرب هنا في هذا المكان. متابعينا مشاهدينا الكرام، للأسف الشديد لأن هذه الحالة الكارثية. متابعينا مشاهدينا الكرام، لهذا الملعب ديال القرب المتواجد. مشاهدينا متابعينا الكرام، دمار ملعب كأنه كان في حالة حرب وتأهب. سيري وليدات صغار باش ما نصور حتى واحد في الوليدات صغار. كاين هنا أطفال، متابعينا مشاهدينا الكرام، أطفال كيلعبوا هنايا. راه ممكن لا قدر الله أنه توقع لهم شي حاجة. وصرح لي واحد الطفل صغير قبل البث المباشر متابعينا مشاهدينا الكرام بانه حرا طاح واحد طفل كان تيلعب هنا، حتى ساح ليه دمه هنايا في هذا المكان. كان هذا ملعب القرب مشاهدينا كان في حاله حرب، كانه كانت الحرب ومرت من هنا. دمر الارضيه، دمرت، شاتي شكل خطر. كنتمنوا متابعينا مشاهدينا الكرام من المسؤولين انهم يتدخلوا عاجلا لاصلاح ما يمكن اصلاحه، لانه الملعب راه الابواب ديالو مشرعه، يعني مفتوحه للعموم. هذا الملعب مفتوح الابواب ديالو للعموم، يعني اي واحد ممكن يدخل هنايا، اي واحد ممكن يجيب كره وغادي يجي يلعب هنايا، واي واحد يعني معرض للخطر انه يسقط هنايا وتوقع له شي كارثه لا قدر الله سبحانه وتعالى. والقضيه فيها اطفال، كنتمنوا من الساكنه المجاوره لهذه المنطقه انهم يحذوا وليداتهم، لانه هذا الشيء راه خطير جدا. كنتمنوا يعني حتى واحد ما يتصاب بشي ضرر. امر جد صعب هنايا، هذا الملعب كانه مرت الحرب بجانبيه ولا من وسطه. كنشوفوا الوليدات الصغار كيلعبوا هنايا، هادشي امور خطيره. بلاتي سمحوا لي الشباب، سمحوا لي عفاك، سمحوا لي واحد الدقيقه، سمح لي يا بابا واحد الدقيقه عفاك، شكرا. كما كنشوفوا متابعينا مشاهدينا الكرام، دمار شامل هنايا. الوليدات الصغار هاد الساعه بالضبط راهم كيلعبوا فيه، الساعه بالضبط فهاد اللحظات الوليدات الصغار كيلعبوا فيه. ممكن لا قدر الله توقع شي كارثه هنا، الله يحفظ متابعينا مشاهدينا الكرام، وما نتمناوش الكارثه توقع، ما نتمناوش الكارثه توقع متابعينا مشاهدينا الكرام. نعم هو سير تلعب ماشي مشكل، واخا سير تلعب، ها الجهه الاخرى لهي. الوليدات الصغار هما كيف ما سمعتوا على المباشر
خالي بغينا نلعبو. مشكله، مشكل كبير هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. كيلعبوا الوليدات صغار، راهم كاينين هنايا في هاد الساعه في هاد اللحظه ممكن توقع شي كارثه لا قدر الله. وانتم كتشوفوا معايا في هاد البث المباشر هاد الدمار اللي معرض ليه هاد الملعب. راه يصعب الامر متابعينا مشاهدينا الكرام. نتمنوا من الوليدات الله يحفظهم، الوالدين ديال الوليدات اللي هنايا تيسكنوا في الجوار في حي اطلس او في الجوار يحضيو وليداتهم، ما يخليهمش يجيو يلعبوا هنا لان الابواب ديال الملعب راه مفتوحه. لا ما بغيناش توقع شي كارثه لا قدر الله، ما بغيناش توقع شي كارثه الله يحفظ لا قدر الله. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، ما بقى لي الا نقول لكم الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحيات اخوكم طارق، دائما اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.